حلقة دسمة بالأخبار. أبل تفكر أن تدخل مجال الأفلام والمسلسلات، وسامسونج راح ترخص جهازها القادم، LG وهواوي راح تغير شوي مفهومهم بالتصميم، وشركة راح ترجع الهواتف الذكية، وأخبار أكثر. تابعنا في هذه الحلقة عشان تعرف التفاصيل. مرحبا، أنا أدهم من تيك فويس، وهذه حلقة 60. إن شاء الله مشينا شوي في البرنامج. إذا كنت تبغى تدعم هذا البرنامج بس أعطينا لايك وانشر الفيديو، ليش لا، بس أهم شيء لايك. خلنا نبدأ مع الخبر الأول، وراح نبدأ مع الهواوي P9 اللي ممكن نشوفه في MWC الشهر القادم. أوكي، هواوي ما قالت إنه راح يجي في MWC، بس خلينا نقول 90% راح نشوفه في MWC. عموما تسربت صورة فيها تفاصيل التصميم شوي لهذا الهاتف، أظهرت تفاصيل جديدة. اولا، في راح يكون في زر البصمه، واللي راح يكون في الهوم باتن، واللي يعرف اجهزه هواوي راح يلقى هذا الشيء غريب، لانه دائما بصمه هواوي تكون بالخلف، لكن هذه المره راح يحطونها بالامام. وهنا نتساءل، هل هواوي راح تقدم شغله جديده كمواصفات لهذا الهاتف؟ راح يجي بمعالجهم الكيرين 950 وبطاريه كبيره 3000 ملي امبير، وهذه شغله حلوه. كذلك في تاكيد انه راح يجي بكاميرتين خلفيه، ونتمنى بانه هواوي تقدم شغله جديده حلوه بهذا الجهاز. الاسبوع الماضي قلت انه ممكن يجي ب 6 جيجا بايت بحسب التسريبات، لكن استبعدت هذا الشيء، وفعلا هذا الاسبوع قالوا بانه 4 جيجا بايت راح تكون الرام، وهذا اعتقد انه شيء معقول اكثر من كون انه يقفزون الى 6. اعتقد شخصيا، وهذا ما كتبوه، بانه ممكن هذا الجهاز يستخدمون فيه الالمنيوم اكثر من السابق، لانه لو لاحظت الصور اللي امامكم تقريبا القطعه البلاستيكيه اللي كانت موجوده بالاعلى استغنوا عنها، صار بس في واحده صغيره بالاسفل، فبالتالي راح يعدلوا على التصميم وراح يكون افضل من السابق بشوي، وهذا شيء كويس. لكني راح اترك هواوي وراح انتقل الى ابل اللي تبغى تشتري شركه تايم وورنر. واذا ما تعرف هذه الشركه، هي شركة ضخمة متخصصة في الأفلام والمسلسلات والإنتاج وهذه الشغلات، وعندهم قنوات جدا معروفة، نتكلم عن TNT, CNN, Cartoon Network, HBO، وعندهم استوديوهات وإنتاجية كثيرة جدا. أبل ليش تبغى تشتريها؟ لأنه بكل بساطة راح تقدر تدخلها إلى عالم الأفلام من أوسع أبوابه، وتقدر أنها تدعم موضوع البث المباشر اللي أبل تحاول أن تدخل له من فترة بعيدة. شخصيا اتوقع انه ابل راح تقاتل على اساس انه تحصل على هذه الصفقه، طبعا هذا اذا ما طلعوا لها بسواليف احتكار ومدري ايش، بس عموما لو حصلت هذه الصفقه معناته انه هذا الشيء راح يدعم ابل تي في، وراح يدعم مشاريع المستقبليه البث المباشر، وراح يكون عنده حقوق افلام ومسلسلات كبيره وشهيره جدا جدا. وبالمناسبه، بما ان خدمات الافلام قامت تتطور كذا بشكل مفاجئ وسريع عندنا في المنطقه، ونتفليكس دعمت المنطقه والشغلات هذه كلها حلوه، فعلمنا ايش انت تستخدم خدمه من هذه الخدمات، او اي جهاز تستخدم على اساس انك تشوف افلام او حتى مسلسلات، وايش رايك فيها؟ اعطينا رايك بالاسفل في الكومنت. حانتقل للحديث عن الجالكسي S7، تكلمت عنه كثير الاسبوع الماضي، اذا تبغى تفاصيل اكثر شوف الاسبوع الماضي. هذا الاسبوع طلعت له مجموعه من الصور، واللي تقول بانه راح يجي له المزيد من الالوان. المسرب الشهير ايفن بلاس حط تويته في تويتر فيها اسماء 3 اجهزه، ويقول تقريبا كل شيء واضح. اذا كان في شيء واضح فهو انه هاي 3 اجهزه ممكن نشوفها الشهر القادم في MWC من سامسونج، اذا ما كانت راح تعلن عن 4 اجهزه كلها اللي تكلمنا عنها الاسبوع الماضي. الاسبوع الماضي تكلمت عن ان تصميم الجالكسي S7 راح يكون نفس تصميم الجالكسي S6. غالبا الشركات لما تستخدم نفس التصميم فهو ما يكلفهم اكثر، يكون ارخص عليهم. فيعتقد بانه هذا العام ممكن سامسونج تقدم الجالكسي S7 بسعر ارخص من السابق من اول يوم صدوره بالسوق، بعكس الجالكسي S6 العام الماضي طلعوا بسعر معين وبعدها بفتره بسيطه جدا خفضوا سعره، وهذا اعطى الجهاز شويه سلبيه من ناحيه التسويق. وعموما هذا الاسبوع فيه المزيد من التاكيدات ان الجالكسي S7 راح ياخذ ميزتين من ايفون، اولا 3D تاتش، وهذه شغله تكلمنا عنها سابقا، لكن الشغله الثانيه راح ياخذ الصور الحيه بنفس الاسلوب، بحيث انك انت تقدر تصور صوره عاديه وراح تقدر تحولها الى صوره متحركه عن طريق انه ياخذ ثواني قبل وبعد التقاط الصوره، وتقدر تشغلها من خلال الضغط عليها باستخدام 3D تاتش، لكن ممكن تقدمها باسم مختلف غير اللي قدمته في ابل. وعلى طاري ابل، ففي شهر 4 في احتمال ان نشوف مؤتمر منها نشوف جديدها، ممكن تعلن عن الجيل الثاني من ساعتها الذكيه، وممكن تعلن عن الجهاز اللي قالوا ممكن يكون اسمه ايفون 6C، ايفون 7C، لكن الان طلعوا باسم جديد واللي ممكن يكون 5E. وليش سموه بال 5E؟ لانه احتمال يكون نسخه محسنه من الايفون 5S اللي كان قبل سنتين تقريبا، يعني راح يحسنون المعالج وراح يحسنون اشياء معينه، لكن ما نتوقع انه راح يكون في ميزه 3D تاتش للاسف، وراح يكون بطارية أقل من الآيفون 6S غالباً.
راح ننتقل للـ LG، والـ LG هذه الشركة اللي أنا أشوف أنها تبدعني بالتصميم غالباً لأنها تحاول تطلع بشطحات وشغلات حلوة جديدة. هذه المرة يبدو أنها راح تستخدم الألمنيوم في الـ LG G5. في شوي مقولات تقول بأنه راح يعلنوا عنه في شهر أبريل، وناس يقولون لا ممكن نشوفه في الـ MWC اللي هو الشهر القادم، وفي كثير بدأت التأكيدات تكثر أنه راح نشوفه في الـ MWC، وعموماً هو عنده مؤتمر في الـ MWC، وهذا شيء ممكن يخلينا نقول نعم ممكن نشوف الجي 5. عموما هذه المره يبغون يقدمون فكره جديده في التصميم. لما الشركه راح تستخدم الالمنيوم معناته انهم راح يستغنوا عن البطاريه القابله للازاله، لكن لا مو بشرط. فعليا طلع تسريب جديد يقول بانه الجي راح تستخدم اسلوب جديد لادخال واخراج البطاريه، يعني حتى لو بيستخدموا الالمنيوم راح يستمروا على هذه الميزه اللي هم يشوفون انها تميزهم عن سامسونج وتميزهم عن بقيه الشركات. غالبا راح تقدر انك تطلع وتدخل بطارية من اسفل الجهاز، ويعني في قطعة راح تفكها، وغالبا ما اتوقع انها راح تكون من الالمنيوم، بس فكرة حلوة اذا كانوا يبغوا يسوون البادي حق الجهاز كامل قطعة واحدة، فبالتالي ما يحتاج انك تفك الباب الخلفي، وصار بجودة عالية لنتكلم عن الالمنيوم. بس بصراحة انا شخصيا ما زلت اقول ليتهم يسوون نسخة خشب، يعني خلاص كل الشركات الالمنيوم الالمنيوم، اوكي الالمنيوم حلو بس يا اخي نبغى شوية تغييرات بعد. على كل راح ننتقل الى شركة جديدة تركت سوق الهواتف الذكية والان راح ترجع، اكيد عرفتوها، نتكلم عن شركة نوكيا. الان لحظة، في ناس بيقولون طيب مايكروسوفت شرت نوكيا، كيف تقول لي ان نوكيا راح ترجع؟ لا فعليا مايكروسوفت ما شرت كل نوكيا، مايكروسوفت شرت قطاع الهواتف الذكية في نوكيا، فبالتالي نوكيا خرجت من السوق. الان نوكيا الاصل راح ترجع لسوق الهواتف الذكية بعد ما انتهت العقود اللي بينها وبين مايكروسوفت. الان في 2016 تقدر تستخدم اسمها وراح ترجع، وهذه صورة اول هاتف تسربت اللي راح يكون بنظام الاندرويد، وغالبا راح يستخدم الالمنيوم باعتقادي الشخصي، خصوصا انه موجود الخطين اللي بالخلف. وعلى فكرة في ناس يحسبون هذه الخطين الموجودة بخلف الهاتف هي موجود للزينة، أو أنها موجود بس كذا يحطونها الشركات. لا فعليا أنتم لو تلاحظون ليش الشركات ما تستخدمها مع الهواتف اللي مصنوعة من جلد بلاستيك أو حتى خشب أو غيره، بس يستخدمونها مع الألمنيوم؟ السبب أنه الألمنيوم يأثر على الشبكات، فبالتالي يستخدم الشركات هذه، وليكون هذه الخطين هي من مادة بلاستيكية أو حتى مطاطية نوعا ما بحسب الشركة، وهذا يساعدها في انها تخلي الشبكات بشكل افضل. فبالتالي نوكيا نعم راح يكون غالبا بالالمنيوم. هذه اخبارنا لهذا الاسبوع، لا تنسى لايك وسبسكرايب على اساس تشوف مزيد من الفيديوهات التقنيه وحلقاتنا القادمه. انا ادهم اشوفكم ان شاء الله في الفيديو القادم، مع السلامه.